بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يسر قسم العلوم في مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية أن يقدم لكم مراجعة لمقرر العلوم العامة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015-2016. عزيزي الطالب، أرجو منك الاستماع والتفكير جيدا قبل الإجابة على الأسئلة. سنقدم لك ملخصا بسيطا لما تعلمته في كل وحدة قبل طرح الأسئلة. نبدأ في الوحدة الثامنة، الأسنان والتغذي. تعلمت خلال هذه الوحدة، بدأنا بتركيب الأسنان وتكلمنا عن أن السن يتكون من التاج والجذر، وأن تاج السن يتكون من المينا والعاج واللب. وبعد ذلك تكلمنا عن أنواع الأسنان بحسب وظيفتها، فمنها الأضراس والقواطع والأنياب. ومن بعد ذلك تكلمنا عن أنواع الأسنان بحسب عمر الإنسان، فتبدأ عند الطفل الأسنان اللبنية المؤقتة، ومن بعد ذلك الأسنان الدائمة. وبعد ذلك تكلمنا عن الطرق السليمة للمحافظة على الأسنان من خلال اتباع عدة عادات صحية سليمة. وبعد ذلك تكلمنا عن كيفية اختلاف أسنان بعض الحيوانات، فتختلف مثلا أسنان آكلات اللحوم عن أسنان آكلات الأعشاب، وعن أسنان القوارض أو ما تأكل الأعشاب واللحوم معا. نبدأ بالأسئلة. في هذا النوع من الأسئلة اكتب الإجابة الصحيحة للأسئلة التالية: 1- الطبقة الخارجية لتاج السن ذات اللون الأبيض والأكثر صلابة تسمى، نذكر، ذات لون أبيض وتكون هي الأكثر صلابة. أحسنت عزيزي الطالب، إنها طبقة المينا. السؤال الثاني: الأسنان التي لها حافة حادة بارزة وتستخدم لتمزيق اللحوم تسمى، نذكر، تشتهر هذه الأسنان لدى آكلات اللحوم، فهي حادة وقادرة على تمزيق اللحوم، فماذا تسمى؟ نعم، إنها تسمى الأنياب. السؤال الثالث: تسمى الأسنان البيضاء المؤقتة التي تبدأ بالظهور لدى الطفل بعد الشهر السادس ماذا تسمى؟ تكون مؤقتة لدى الطفل. نعم، تسمى الأسنان اللبنية milk teeth. السؤال الرابع: تسمى الأسنان التي تظهر بعد الأسنان اللبنية، بعد سقوط الأسنان اللبنية المؤقتة تظهر أسنان أخرى تستمر مع الإنسان طوال حياته، ماذا تسمى؟ نعم، تسمى الأسنان الدائمة permanent teeth. السؤال الخامس: ما هي المشروبات التي تسبب تلف الأسنان وتسوسها؟ مشروبات تعتبر ضارة للأسنان وتسبب تلف تلك الأسنان، ما هي تلك المشروبات؟ نعم، إنها المشروبات الغازية. السؤال السادس: ما الحيوانات التي يكون لها أنياب كما في الشكل التالي؟ ماذا تأكل؟
على ماذا تتغذى تلك الحيوانات التي يكون شكل أسنانها كما يظهر لك في الشكل؟ نعم، إنها آكلات اللحوم. السؤال السابع: ما الحيوانات التي يكون لها أضراس كما في الشكل التالي؟ لاحظ عزيزي الطالب، لها مجموعة من الأضراس ولديها قواطع في الفك السفلي وليس لها أي أنياب، ماذا تسمى؟ نعم، إنها آكلات الأعشاب. ننتقل إلى النوع الثاني من الأسئلة. املأ الفراغ فيما يلي بأسماء الأجزاء أو الطبقات التي يتكون منها تاج السن. تظهر لك الصورة التي توضح مكونات وأجزاء السن. نبدأ بالطبقة الأولى، هي الطبقة التي تغلف السن ذات اللون الأبيض الناصع والتي تعتبر الأكثر صلابة في السن، ماذا تسمى؟ أحسنت، إنها المينا. ثم ننتقل إلى الطبقة الأخرى ذات اللون الذي يميل إلى الإصفرار، هذا اللون الأصفر، وهي طبقة صلبة أيضا ولكنها أقل صلابة من المينا، ماذا تسمى؟ نعم، إنها تسمى العاج. أما الطبقة الثالثة التي تظهر فيها الشعيرات الدموية والأعصاب وتعتبر الجزء الحي من السن، فماذا تسمى؟ أحسنت عزيزي الطالب، إنه اللب. السؤال الثالث: تظهر لك الآن عزيزي الطالب مجموعة من الأسنان التي تختلف في وظيفتها وأشكالها. نبدأ بالأسنان التي تكون عريضة في داخل الفم، ماذا تسمى؟ نعم، إنها تسمى الأضراس. بعد ذلك نتكلم عن السن الحاد الذي يظهر أو الذي يكون بين الأضراس وما بعدها الأسنان التي في مقدمة الفم. ما هذه الأسنان الحادة؟ نعم، إنها الأنياب. ثالثا، الأسنان التي تقع في مقدمة الفم والتي تكون وظيفتها تقطيع الطعام، نعم، تسمى قواطع. السؤال الرابع: اذكر عزيزي الطالب طرق المحافظة على الأسنان ووقايتها من التسوس. أولا، تنظيف الأسنان كل يوم. ثانيا، استعمال المحصة أثناء شرب المشروبات الغازية، فذلك يخفف من أثر المشروبات الغازية لكي لا تلامس الأسنان. ثالثا، غسل الفم بالماء بعد شرب المشروبات الغازية وبعد الطعام حتى لا تبقى تلك الآثار وتضر بالأسنان بعد ذلك. رابعا، تناول أطعمة تنظف الأسنان من التلوث مثل التفاح والجزر، إنها أطعمة غاية في الأهمية للصحة وكذلك للأسنان. وأخيرا، زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر. ننتقل إلى الموضوع الثاني في الوحدة وهو الهضم. تحدثنا بشكل رئيس عن الجهاز الهضمي، ماهيته وما هي وظائفه، ومن بعد ذلك تكلمنا عن أعضاء الجهاز الهضمي. ننتقل إلى الأسئلة. اكتب الإجابة الصحيحة للأسئلة التالية: ما العضو في الجهاز الهضمي الذي يقع بين المريء والأمعاء؟
بين المريء والأمعاء. نعم، إنه المعدة. السؤال الثاني، ما العضو في الجهاز الهضمي الذي يتم فيه أغلب عمليات امتصاص الطعام؟ عمليات الامتصاص أين تتم؟ نعم، إنها في الأمعاء الدقيقة. السؤال الثالث، ماذا يحدث للمواد الغذائية بعد أن يتم امتصاصها في الأمعاء الدقيقة؟ أين تذهب؟ وكيف يستفيد منها الجسم؟ نعم، تنتقل إلى الدم، والذي بدوره ينقلها إلى خلايا الجسم المختلفة. السؤال الرابع، وهو نوع آخر من الأسئلة، اذكر أعضاء الجهاز الهضمي التي تمر بها قطعة الخبز من لحظة أكلها وحتى إخراج الفضلات. من لحظة الأكل نبدأ بهم خطوة خطوة. ما هي أول الخطوات؟ أين تبدأ قطعة الطعام؟ نعم، تبدأ بالفم، وبعد ذلك أين تنتقل؟ أحسنت، تنتقل إلى المريء. ومن بعد ذلك عزيز الطالب، من يجب؟ أين تنتقل؟ نعم، إلى المعدة التي تقوم بهضم الطعام وبأغلب عمليات الهضم التي تتم في المعدة. بعد ذلك إلى الأمعاء الدقيقة، ويحدث فيها عملية امتصاص للكم الأكبر من المواد الغذائية. بعد ذلك أين تنتقل؟ نعم، إلى الأمعاء الغليظة، والذي يتم في هذه المرحلة هو امتصاص للماء والأملاح. أما آخر خطوة فهي تنتقل إلى فتحة الشرج، حيث يتخلص الجسم من الفضلات. السؤال الثالث، اذكر وظيفة كل من الأعضاء والغدد التالية، وهي أعضاء وغدد تابعة للجهاز الهضمي: البنكرياس، الكبد، الأمعاء الدقيقة، والمعدة. نبدأ بالبنكرياس، حيث تفرز مواد تسهل هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. ونتذكر نعم الله علينا، فلو توقفت البنكرياس لا سمح الله سيمتنع الجسم عن هضم أغلب المواد مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. أما الكبد فله دور مهم جدا في إفراز العصارة الصفراء التي تساعد على تفكيك وهضم الدهون، فلو توقف لا سمح الله سيمتنع الجسم عن هضم الدهون، وبالتالي ستحدث مشكلة كبيرة في هضم المواد الدسمة مثل الدهون وبعض البروتينات. العضو الثالث، الأمعاء الدقيقة، وظيفتها امتصاص معظم المواد الغذائية، فهي الصلة بين الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، حيث تنتقل الأغذية إلى الدم. رابعا، المعدة، يحدث بها معظم عمليات الهضم، هضم الطعام تحصل في المعدة. إذن معظم عمليات هضم الطعام تحصل في المعدة. ننتقل إلى الوحدة التاسعة، الأعضاء والأجهزة. نذكر أجهزة جسم الإنسان التي درستها: الجهاز الهيكلي، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز الإخراجي.
نبدأ بالنوع الأول من الأسئلة. اكتب الإجابة الصحيحة للأسئلة التالية: ما هو عدد العظام المكونة للهيكل العظمي؟ كم عددها؟ نعم، إنها 206 عظمات. السؤال الثاني: ماذا يسمى الجهاز المكون من الجمجمة والقفص الصدري ومجموعة من العظام الأخرى؟ تذكر عزيزي الطالب، ما هو مجموعة من العظام؟ نعم، إنه الجهاز الهيكلي. السؤال الثالث: ماذا تسمى العضلات التي يتحكم الإنسان في حركتها مثل عضلات الفخذ والقدم؟ نعم، إنها العضلات الإرادية، حيث أن لك الإرادة الكاملة في تحريك تلك العضلات. السؤال الرابع: ماذا تسمى العضلات التي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بحركتها مثل عضلة القلب والأمعاء؟ نعم، إنها العضلات اللا إرادية، فليس لنا الإرادة في التحكم بالقلب، إيقافه أو حركته أو أي شيء غير ذلك، فهي حركة لا إرادية في مثل هذه العضلات. السؤال الخامس: ماذا يسمى الجهاز المكون من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب؟ نعم، يسمى الجهاز العصبي. السؤال السادس: ماذا يسمى الجهاز المكون من القلب والأوعية الدموية والدم؟ أحسنت، إنه الجهاز الدوري. السؤال السابع: ماذا تسمى العضلة المكونة من 4 حجيرات وتضخ الدم إلى الرئتين وحول الجسم؟ ما هي تلك العضلة التي تضخ الدم دائما إلى كافة أجزاء الجسم؟ نعم، أحسنت، إنه القلب. السؤال الثامن: ماذا تسمى الأوعية الدموية التي تنقل الدم من أجزاء الجسم المختلفة إلى القلب؟ نعم، إنها الأوردة. السؤال التاسع: ماذا تسمى الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم؟ تضخ من القلب المحمل بالأكسجين إلى كافة أجزاء الجسم، ماذا تسمى تلك التي تنقل هذا الدم؟ نعم، إنها تسمى الشرايين. السؤال العاشر: ماذا يسمى الجهاز الذي يتكون من الكليتين والحالبين والمثانة؟ نعم، إنه الجهاز البولي. السؤال الحادي عشر: مما يتكون جهاز التكاثر الذكري؟ نعم، يتكون من الخصيتين. السؤال الثاني عشر: مما يتكون جهاز التكاثر الأنثوي؟
نعم، يتكون من المبيضين وقناتي البيض والرحم. النوع الثاني من الأسئلة، وضح على الرسم أعضاء الجهاز العصبي. نبدأ في ذاك العضو الموجود داخل الجمجمة وله دور التفكير وكافة العمليات العصبية في الجسم. نعم، إنه الدماغ. أما الجزء الآخر فهو الأعصاب التي تظهر جانبا وتكون موزعة في كافة أعضاء الجسم. أما الحبل الشوكي ثالثا فهو أيضا جزء من أجزاء أو عضو من أعضاء الجهاز العصبي. السؤال الثالث، وضح على الرسم الذي يعرض أمامك أعضاء الجهاز البولي. نبدأ بالكلية ثم الحالب ثم المثانة. السؤال الرابع، وضح على الرسم أعضاء الجهاز التنفسي بالترتيب. نبدأ بالأنف ثم ينتقل الهواء إلى القصبة الهوائية ثم ينتقل بعد ذلك إلى الرئة. رتب الأعضاء التالية من الأكبر إلى الأصغر: الكلية، البنكرياس، الكبد، الغدد اللعابية، الدماغ. نبدأ أكبر الأعضاء الداخلية في الجسم الكبد، ثم الدماغ، وبعد ذلك الكلية، ثم البنكرياس، وبعد ذلك الغدد اللعابية. نراجع ما تعلمناه حول التكاثر. بدأنا في الحديث عن عملية الإخصاب، ثم تكلمنا عن الإخصاب الخارجي في بعض الحيوانات والكائنات الحية، ومن بعد ذلك تكلمنا عن الإخصاب الداخلي، وأخيرا تكلمنا عن البلوغ وبعض العلامات التي تظهر على الأشخاص عند بلوغهم. السؤال الأول، املأ الفراغ فيما يلي بالإجابة المناسبة. ماذا يسمى اتحاد مشيج من الأب مع مشيج مؤنث من الأم وإنتاج خلية مخصبة؟ نعم، يسمى الإخصاب. السؤال الثاني، ما هي طريقة الإخصاب التي تتم داخل جسم الأنثى؟ نعم، إنه الإخصاب الداخلي. السؤال الثالث، اذكر أمثلة على الحيوانات التي تتكاثر بالإخصاب الخارجي. إخصاب خارجي وليس داخلي. نعم، الأسماك، وتكلمنا تحديدا عن سمك السلمون كمثال، وإن كان الأمر عام للأسماك، والبرمائيات مثل الضفدع. السؤال الرابع، اذكر أمثلة على الحيوانات التي تتكاثر بالإخصاب الداخلي. الثدييات، الطيور، والزواحف. النوع الثاني من الأسئلة، اذكر ثلاثة تغيرات تحصل للذكر عند البلوغ. ما الذي نلاحظه؟
على الأشخاص الذين ينتقلوا في مراحل نموهم إلى البلوغ. 1- نمو الشعر على الوجه والصدر. 2- زيادة حجم العضلات. 3- خشونة الصوت. نذكر بموضوع النبات، تعلمنا عن كيف تحصل النباتات على حاجاتها، ومن ثم تكلمنا عن كيفية صنع النباتات لغذائها، وأخيرا تكلمنا عن كيفية تكاثر النباتات. السؤال الأول، املأ الفراغ فيما يلي بالإجابة المناسبة. ما هو الجزء من النبتة الذي يثبت النبات في التربة ويمتص الماء والأملاح؟ نعم، إنه الجذر. السؤال الثاني، ما هو الجزء من النبتة الذي يدعم النبات ويحمل الأوراق والأزهار والفروع؟ نعم، إنه الساق. السؤال الثالث، ما هو الجزء من النبات الذي يقوم بعملية البناء الضوئي؟ جزء يقوم بعملية البناء الضوئي ويوفر للنبات المواد الغذائية اللازمة له حيث يصنع الغذاء، ما هو هذا الجزء؟ نعم، إنها الأوراق. السؤال الرابع، ما هو الجزء من النبات الذي يساعد على عملية التكاثر؟ نعم، إنها الأزهار. السؤال الخامس، ما هو النسيج في الساق المسؤول عن نقل الماء والأملاح إلى الأوراق في الأشجار؟ أحد الأنسجة الموجودة في داخل الساق، ولكنه مسؤول عن نقل الماء والأملاح إلى الأوراق في الأشجار، حيث تصل إلى أعالي الأشجار وتصل إلى تلك الأوراق. نعم، إنه نسيج الخشب. السؤال السادس، ما هو النسيج المسؤول عن نقل السكر الذي يصنع في الأوراق إلى جميع أجزاء النبات؟ يوزع المادة الغذائية أو السكر الذي يصنع في الأوراق إلى جميع أجزاء النبات. نعم، إنه نسيج اللحاء. السؤال السابع، ماذا يسمى انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في النبات؟ نعم، يسمى التلقيح. ننتقل إلى النوع الثاني من الأسئلة، لماذا تسمى الخلايا المحيطة بالثغور بالخلايا الحارسة؟ لماذا تسمى الخلايا الحارسة؟ نعم، لأنها تحيط بالثغور وتنظم كمية الماء والهواء الداخل إلى النبات أو الخارج منه. السؤال الثالث، ماذا يحدث لو اختفت الملقحات للنباتات؟ ونحن نعلم أن هذه الملقحات هي الكيفية التي يتكاثر بها النبات. نعم، ستنقرض تلك النباتات بسبب عدم حدوث التلقيح. أخيرا نشكر لكم حسن استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في المراجعة النهائية لهذا الفصل. دمتم بخير، ونتمنى لكم التوفيق في اختباراتكم التي ستقدمونها إن شاء الله.